انا الجلالي بن حليمه ولايه تيرت بلديه تيرت نتمنوا الخير لهذه البلاد وشنو ربي الله يفتح عليه والله يجعل هذا الجمهور يرضى علينا وعليه ان شاء الله الله يجعل الخير فيكم وفينا ان شاء الله ان شاء الله الله يرضي سيدي احمد ان شاء الله تحيه لك السلام عليكم عز محمد لوكا يعرفوني معنا قال سيف على الحزر دائرة على الحزر ولاية سعيدة الله يعطيك الخير ان شاء الله والله يبتعد عليكم كما راكم منورين الله ينوركم ان شاء الله وندعو ربي في هذا المجمع للحاج نور الدين الله يبتعد عليه والله يشافيه ويعافيه ان شاء الله هيا هذا اللي نقوله لخويا ان شاء الله يا ربي خويا اش نقول لك انا جايين بالضياف مرحبا بهم راهم جايين من التمسيان من الصغاليب من عين الحجر الحاج محمد لوكال هذا هو التاجر الكبير تاع الخيل خبزه تاع محمد ومرحبا به عندنا في ولايه تيرت مرحبا كاع بالضيوف الحاج علي منا غاشي تلمسان الحاج منا غني غاشي وار غاشي عبد الكريم غاشي عبد الكريم الحاج زين مرحبا به بن عوده جمال مرحبا به مرة عندنا ضيف عندنا في تيرت هذا ما نقول لكم شنو تلمسان قولوا لنا كلمه ناس تلمسان بسم الله السلام عليكم السلام عليكم نشكركم علي ولد المداني من تلمسان نشكر ولايه تيارات على الضيافه وعلى الضيوف ان شاء الله يجيبوا الخير ويدوا الخير بدون استثناء ونطلبوا ربي الله يغيثنا والله يسقد العام ان شاء الله هذا ما نقوله شكرا لكم بارك الله فيك اذا نروحوا عند شيف علفت مجهر ولاد عزاز واه هذا الشيف العلفه هذا اللي دا المسابقه الوطنيه هذا هو الشيف اللي دانا المسابقه تاع الوطنيه وخونا ويستاهلها ونقدموا له كلمه هو يا ربي قال الفرصه ان شاء الله يا رب بسم الله الصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم هكا ما تسالني ما والو هكا نهضر انا معليش ودينا المسابقه في وهران سينيا ودينا البطوله الاولى نجحنا معنا الفرسان وندعي ربي للفرسان اللي كانوا معنا ماشي وحدي كاع الفرسان تاع الجزائر ماشي ولايتي ولا اللي كانوا راكبين معايا كاع تاع الجزائر كاع فرسان تاع الجزائر ربي يحفظهم وربي يسترهم والحفظ والسلامه ان شاء الله العلفه تاعي انا تاع اسماعيل ولد عزاز تاع مجاهر وسميناها خمس خماس مجاهر خمس خماس عليك الكلمة الهادي ود الحاج عبد الله عليك المجمع على كل حال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله المناسبة هذه نشكر أهل تيارت وأهل هذا البيت اللي جعلوا هذه المناسبة وفرحوا بنا وفرحوا بالعرس تاع مجهر ونشكركم بزاف على كل حال على حسن الضيافة هذه ونشكروا بزاف أهل الحاج نور الدين وخياته وأهل تيارت وحنا رانا فرحانين بزاف بالمناسبه تاع اللي ربحنا في هذه البطوله هذه هذه البطوله تشرف كاع الجزائر وتشرف كاع الجميع على كل حال هذه البطوله فاتت في الحفظ والسلامه وان شاء الله البطولات السنين الجايه ان شاء الله ونتمنوا الخير لبلادنا ان شاء الله ونتمنوا كاع الخير لبلادنا ان شاء الله ونعاودوا نزعوا الغزه ربي ينصرها ان شاء الله وحنا دخلنا عليكم هنايا بالخير هذه الخيمه هذه وهذه الخيمه ان شاء الله ربي ما يحشمها ان شاء الله ان شاء الله كيما لقاتنا وضافتنا ورحبوا بنا في احسن ترحيب والله لا احسن ترحيب ومش انا نمدحوا فيهم ولا نزكوا والله والله لا احسن ترحيب رحبوا بنا ان شاء الله ان شاء الله محبتنا ومحبتهم في ربي ان شاء الله محبتنا ومحبتهم في ربي ان شاء الله على كل حال والدينا وجدودنا كانوا معها في هذا الطريق وحنا رانا معاه فاني في الاتصال معاه ان شاء الله وهذه المحبه هي اللي دائما تتواصل في هذه الصوالح هذو في هذا الخيل هذا دائما تكون المحبه والترابط ان شاء الله ونشكروا كاع الخياله ان شاء الله خياله كاع ان شاء الله والمناسبه تاع الحلول السنه الجديده هذه تدخل لنا بالخير ان شاء الله ويكون عام تاع خير ان شاء الله ويكون فيه كل ان شاء الله وبارك الله فيكم وشكرا وشكرا ان شاء الله الهادي ود الحاج عبد الله المجمع فرسان يعني فارس ولاد مسغالين من عرش مجاهر فرسان وهذه هي وبارك الله فيكم الى بغيت تحوش شكون احنا كاع واحد احنا واحد شكون
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. على كل حال جئنا هذه الليلة المباركة السعيدة الطيبة عند هؤلاء الإخوة المباركين، وقد أطعمونا وأكرمونا، جزاهم الله خير الجزاء. وكما نسأل الله سبحانه وتعالى لهذه البلدة الطيبة المباركة دوام الصحة ودوام العافية. وهذه هي سنة الحياة، أن الملاقات كما يقال مساقات، وقد جمعونا وأكرمونا. ندعو الله تبارك وتعالى أن يكرمهم إن شاء الله تعالى من ثمار الجنة، وندعو الله جل وعلا لهذه البلدة بلدة تيارة رب العالمين إن شاء الله يعني يزيدها من فضلها العظيم. وندعو الله جل وعلا إن شاء الله الخير للبلاد والعباد وللفرسان، ندعو لهم الله جل وعلا إن شاء الله المزيد من الازدهار والسعادة والهنا إن شاء الله. بارك الله فيكم جميعا. قال العرب بدعتهم الكرم. شمع الكرم العربي قبل أن يبني البيت الذي ينام فيه يبني بيت الضيوف، والدار تاع الضياف قبل ما يكملها يدير أمامها النار، ويرقد هو لعل رجلا في الليل يهتدي إلى تلك الدار. المهم هذه واحد الدار، وإنسان كان مسافر فشاف النار شاعلة، قال أنا روح لهذه الدار لعل راح لها أصحاب طعام. كي يوصل الراجل ماهوش موجود والمرأة موجودة. المرأة هذيك مولات الدار رسلت ولدها قالت لها روح شوف الضيف هذا، دخل وجهها قال لها ولدي الضيف راهي باب غريب موجود البلاد. فذبحت وشوت وقدمت له أفضل الطعام، فبات ذلك الرجل في أمان حتى جاء الرجل صاحب الدار. جاء الرجل قلت لها شنو كنت دايرة عشاء؟ قالت لها كنت دايرة مثلا غير شيشة. وعلاها بدلتي العشاء؟ قالت لها راجل راضي. قال لها صار أنا نتعب ونسرح ونخرج، وأنت اللي تبذري لي في طعامي، تبذري لي في غنمي، والضيف يسمع. قال يا ربي تسلك هذا المرأة على خير. المهم بعد دخل عبده قال له وين كي راك؟ قال له ربي سرحني الله يجازيك. المهم تسرح مشى. قال يا لطيف خايب هنا. العشية ثاني قبل ما الحافي خاي واحد أخرى. نفس الشيء، الراجل مش موجود والمرأة موجودة. لكن العكس، المرأة هذيك رسلت ولدها قال لها ضيف بعيد، قالت لها مادام بعيد راك دير باهي توفى، بالك راجل جايب ماك تامح. في آخر الليل جا الراجل. صح ساعة قال لها كاش ضيف هنا؟ قالت له قال هو على ما ذبحتيش يا خير المال مالي، وتعرف الضيف يرد رزقه معاه والضيف راه يسمع. ذبح في ذاك الليل، وهي قال لها في ذاك الليل دخل عندها قال لها اسمح لي المرأة عندي ما قلنا ما عرفتهاش بالمعذرة أنا مولدها. قال لها في بلادكم شتي العجب؟ البارح بيت في خيمة المرأة كريمة والرجل بخير، واليوم بيت في خيمة الراجل كريم والمرأة بخير. قال لها ما تستغرب، ما هو المرأة ديك اللي قلت عندها البارح ديك أختي وهذه أختك. إذا جماعة خبر بي يقول لي المرأة هذه المرأة بتخاطي مو بتخاطي على رقكم هذا. لا كنت فتح ولا تخلي هذا الشيخ الشيخ لا تجيب تسميني أبريد لا لا يفتح خلي يفتح خلي يفتح خلي يفتح خلي يفتح هذا الرسالة. نحن قوم فضلاء وابن الله الوزير جاءوا العمو اخبروه قالوا رانا نضربوه بلا الالهه نقتلوه وبداوا يحذروا تحذير ولدك الينا اساء واش تفيد للاباء والخبر في القبائل الشيعه وانت ساكت المقير. جاءوا الشاب وانت جميل قالوا له نديروا تبديل ولدك نشوفه قاتل وانت خذ هذا الشير نعطيكم ولدي للموت وولدكم نعطيه القول اخرج كل واحد مبهوت ونجرحوا الخواطر بين الخطه ما نجحوش للالهه ما صبروش قرروا يكونوا جيوش شؤام وجهل المدبر قال لهم ضرع كهان ويحطم كل الاديان يا قوم يكونوا شجعان يقتل او يكون اسير بخطه ما نجحوش. يوم جاهم بالايات قالوا محال وهيهات ما الا دعايات مكتوبه كالعصافير. قال لهم يا قومي ما هو كلام الرومي ولا شعر عجمي ولا حرف وتنشير يا قومي في الاخر نار وقودها الناس والاحشار عود الوحد القهار ما تدخلوا بالسعير يا قومي اني بريء للمولى الطيع السميع وفي داخل ليكم شفيع والله هو المشير. صحيح.
سيدي يلا بالقهار يصدينه بعمار تقبل الشي صار ومشى لاختو مبكر قال لهم اش عملتو قالوا لي امنتو اتخلق اضرب اختو في حالة متوتر من نسمع كلام الله ادخل في قلب استحلاه سبحان الله اللي هداه سبحان الله اللي هداه اصبح بسيف ونعير جازيف الحق وشاهد وابطال النبي عهد والكفار فيهم جاهد وما يقبل فيهم تاخير ايدهم ربي تأييد بخالد بن الوليد رجل ذو قوة شديد الحرب ومفر توفير في الإسراء والمعراج معجزة نبينا التاج أحبي بنور السراج الأمر بالتيسير أسري به في الليل برحمة سيدنا جبريل أنت السلام عليه قليل الملك المبشر من المسجد الحرام لبيت المقدس تمام وصلى سيد إيمان بسم الله مكبر صلى كل الأنبياء سيد البشرية بقول الله الآيان خطأ ولا تكسير أغري جبريل تحول إلى السماء الأول افتح له جبريل دخل اتلقى أبو البشر بعد إسلامه إلى حي التحية أعرج الثانية إطلاق سيدنا يحيى والمسيح المنور في السماء فاتت وقبل إطلاق سيدنا يوسف سلم عليه وتعرف صاحب قصة البر صلوا على رسول الله قصيدة طويلة على كل حال ولكن معليش مدى المشايخ راهم مقلقين وعندهم متعبين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد على غزة بركة غزة الله ينصرهم إن شاء الله.